مستمر، جبتها عشان الناس، عشان الناس تبغى. الآن في الاتفاق الموجود في السعودية في جدة، نأمل أن يوقف لنا هذه الحرب على أساس أنه كل الناس ترجع إلى مواطنها وترجع تباشر عملها، وحتى يعني يكون السودان آمن، ونتمنى يعني أنه يكون أحسن حال، والحرب يعني لا للحرب ونعم للسلام. بتمنى أنه الحرب، إيقاف الحرب، والمواطنين يعني يتأذوا شديد من الحرب. الوضع الاقتصادي والوضع الأمني والوضع الصحي والمستشفيات ذات يعني بدأت لا تسع الناس، ونتمنى أن الأطراف تتفق ويحصل الأمن والناس ترجع إلى واقعة ودولاب العمل يفتح، لأن كل دواليب العمل وقفت تماما. يعني وقف اطلاق النار المرتقب اذا تم حيكون له اثر ايجابي جدا جدا على كل المواطنين السودانيين، ونسال الله سبحانه وتعالى ان يتم هذا، ان يتم وقف اطلاق النار بشكل دائم، لان اي مواطن سوداني مبرر من هذا الحرب، خاصه ولايه الخرطوم. بوقف اطلاق النار حيتم ترحيل كل المواد البتروليه والمواد الغذائيه والطبيه الى الولايات المحتاجين لها. وانا بناشد كل المسؤولين عن هذا الحرب، الاطراف المتحاربه، ان التوقف عن هذا الحرب بشكل دائم حتى لا يتضرر المواطن السوداني. تونس عادي تونس.